تمام. والناس اللي بتعرفش تعمل ضغط بقى، الناس اللي ما بتعرفش تعمل ضغط تبدا بهنا. اوكي. او ان هي تخلي ال، انا بشوف ناس بتحط رجليها على الارض وتعمل برضو ضغط. هو ده بحسب ناس عايزه تعمل مثلا ماس العضله او تخس، ملهاش علاقه لا ملهاش علاقه دي طول الماشين او او الفري ويت. هم طول بشوف الجيم لو الناس عايزه تخس بتعمل اعداد كتير بويت قليل، ولو الناس عايزه تعمل ماس بتعمل ممكن اعداد قليله بويت اعلى. ده طريقه البرنامج التدريبي زي ما اتكلمنا عنها في الانترفيو. برنامج التدريبي لو انا عايز ازيد حجم عضلي يبقى لازم ازود الحمل الاسترينث الحمل العضلي وازود نسبه الاكل بتاعتي علشان ادي بلك للعضلات لحجم كبير. لو انا عايز اجين ويتس اعمل ده. لو انا عايز الوز ويت ان انا اخسس وزني يبقى لازم اتجه لاعداد اكتر اوزان اقل، اعمل مجهود اكتر علشان احرق كالوريز اكتر اللي هي عمليه الطاقه، فابتدي وزني ينزل واحافظ برضو على نسبه العضلات. يا جماعه خساره العضلات دي اكني بخسر فلوس، اكني ذهب بالظبط كده. فمش هخسر عضلات لكن هخسر وزن دهون، عشان بس الناس تبقى فاهمه. لكن لو واحد بالك وبادي بيلدينج وعايز يحول المسار بتاعه من بادي بيلدينج ارجع لمسار رياضي عادي، هو مش بيخسر عضلات، هو بيحول مساره، بيغير اتجاهه من واحد بالك لواحد شيب بتاعه اقل عشان يعرف يبقى الفيت بتاعه احسن. طيب ولو هنروح للبطن بقى هنعمل ايه؟ كويس. اوكي زي ما نشوف عضلات البطن. حلو. الحركه الاساسيه بتاعتها ان احنا بنطلع لفوق. دي الكرانشز. اوكي. دي بتمرن عضلات البطن اللي فوق ولا كلها؟ الكرانشز بتعمل كله. اوكي. اللي احنا ما نعرفوش ان الناس كتير فاكره ان في عضلات بطن فوق وتحت وفي النص. انا فاكره كده. هي عضله واحده ويفرق بينها تيشوز، يعني يفرق بينها فواصل عضليه. تمام. لكن هي عضله بطن واحده. اي تمرين بطن هيشغل بطن كلها، بس انا بسترس على ايه اكتر، الاوبر ولا الميدل ولا اللور زي ما هنشوف دلوقتي. تمام. نطلع كرانشز. بقرب ايه؟ اثنين. بقرب التشست للحوض على قد ما اقدر، واحاول وانا شغال ما اسحبش راسي معايا. اوكي خلاص. ده اول تمرين من التمارين. تمام. اوكي. تاني تمرين نبدأ بلانك. يلا بينا. التمرين ده من افضل التمارين اللي احنا بنستخدمها. بس البلانك ده فول بودي ولا فول بودي؟ بس هو كور سترينث اكتر. اوكي. هو بيشغل عضلات الكور بشكل كبير. اوكي. كور اللي هي المنطقه دي كلها. تمام. فده بيستهدف لي العضلات دي وبيشغلها كلها في نفس الوقت. اوكي. اوكي. وطبعا كل ما الاديورنس بتبقى اطول كل ما احسن. الايه؟ الاديورنس في التانك. كل ما الوقت بيزيد كل ما بيبقى افضل. اللي انت عايز حاجه للجزء السفلي. اوكي. ده اصعب جزء على فكره. ليجريز. بحاول اطلع. بحاول ازق لفوق شويه بالحوض وارجع تاني. اوكي. اطلع وازق الحوض لفوق وارجع تاني. وكمان. وارجع تاني. اوكي. التمرين ده بيشتغل على جزئين. عضلات داخليه اسمها هيب فليكسور. أوكي. اللي هي لغايه ما بيطلع لغايه هنا. علشان يستهدف البطن معاها لازم يلف الحوض معاه لفوق. تمام. فده غلط شائع يعني. لو عايزين طب الراشن تويست ممكن نعمل نفس الكلام ولا؟ الراشن تويست بتشتغل على العضلات الجانبيه. اوكي اوكي. لو عايزين نصعب التمرين ونزود الحمل عليه. حلو. نلعب تمرين السيت اب ازاي؟ اشرحه عليا. نلعب السيت اب ازاي؟ وانا نايم كده. حلو. انت ممكن تطلع نفس الكلام كرانشز وبعد كده تحاول تشيل ظهرك من الارض كده. حلو. شفت الصعوبه ان انا ساعات غصب عني بطلع ليه؟ بالظبط. فاحنا ممكن نوسع رجلينا شويه كده. ثبت الحوض. حلو. وحاول اطلع المس ايدي. حلو. ده تمرين قوي
وعنيف البطن. اوكي. معاه ممكن لو زودنا الحمل العضلي على البطن ان احنا بعديه على طول ممكن نعمل كرانش. تمام. فالاداء الحركي هيبقى عباره عن تمرين سوبر سيت. تعمل تمرينين او ثلاثه بالشكل ده. اوكي. تمام كده؟ لو هنروح بقى للليجز. ده الفيفوريت بارت بالنسبه لي. حلو. اللور بودي. اللور بودي. ممكن نشتغلها زي ما قلنا السيف ان احنا بنشتغل على الماشينز بس. اكتر تمرين انا بحبه وبحب ان انا بعلمه وامرنه هو تمرين السكوات. اوكي. السكوات ممكن نشتغله بطريقه سيف قوي. هو ان احنا لو في البيت او في الجيم بنستخدم بوكس وبنحاول نقوم ونقعد من على البوكس. هو زي الكرسي. الحلوة دي. شفتي سهله ازاي؟ الموضوع بسيط قوي. وحاول ان انا ما مثلا ان ركبي ما تعديش رجلي. ممكن تعدي عادي مفيش مشاكل. يا سلام. انا كل الناس كانت بتقول ده كل الترينرز كانوا بيقولوا لي ان كده ده زمان الطريقه القديمه. هي الفكره ان الركبه بس ما تخشش لجوه قوي وانت نازل وانت طالع. بيبقاش بالشكل ده. او ان الكعب يترفع من على الارض وانت نازل. تمام. لو كل ده سليم اشتغل مظبوط اقوم واقعد واقعد ورا كده. كده انت مشغله العضلات بتاعت الرجل بشكل مظبوط. كان في زمان بطريقه انا اتعلمتها من والدي. ازاي؟ كان بيقول لي اقف هات حاجه اقعد عليها زي ديت برضه بس ثبت لي ايدك ورا راسك ورقبتك لورا فغصب عنك ظهرك مفرود. وانزل اقعد قعده كامله وقف. فانا وقفت قعدت راسس لقدام غصب عني ظهري مفرود ركبتي مش هتعدي مشط رجلي عشان ركبتي تعدي مشط رجلي لازم ظهري يتني فانا ظهري مفرود. تمام. غصب عني لو انا حاولت ان انا اتني ظهري او اطلع لازم رقبتي تكون لتحت فرقبتي لفوق. فلو انا ايدي ثابته وزي ما انا وهقعد زي ما الكوتش قال قاعده كامله وقف ده اول ستيب. تاني حاجه لا اقعد تاتش بس تاتش وبس. قوم. تالت حاجه ابتدي شيل وزن واطلع وانزل بيه بنفس الاداء. طيب لو هنتكلم بقى سكواتس والسومو سكواتس دي بتشتغل على عضلات ودي بتشتغل على عضلات ثانيه ولا كله بيشتغل على نفس العضله؟ نفس العضله. اوكي. الاثنين نفس العضله. هي الكوادريسبس والجلوتس. الجلوتس. طب ايه الفرق بينهم غير الحركه بس؟ الحاجه اسمها بيز اوف سبورت اللي هي الاريا اللي بين الرجلين. تمام. كل ما بتوسع كل ما انت بتبقي ستيبل اكتر وبتقدر ان انت بتحملي اوزان فيه. بس. اوكي. ثانك يو كوتشز. انا بجد مفيد ازاي جميل. انا حقيقي استمتعت بوقتي معاكم. الله يخليك. كان لقاء جميل. بصي اللي انا كنت عايز اوضحه بس ان اي جيم او اي مكان اروح ان انا اتمرن فيه ابتدي ادور على ناس بروفيشنال. صح. ناس بيعملوا اداء تمرين مظبوط. انا مش هتاذي اول حاجه. تاني حاجه يوم ما هيبقى في حاجه مؤذيه قوي ان انا هتمرن لوحدي هو ياخد باله مني. صح. وفي الاخر الريزلت هتبقى احسن بالظبط يعني في وقت اقل. فلو قررنا يا جماعه نروح جيم على الاقل نلاقي مكان ان الجيم فيه يكون فيه ناس بروفيشنال عارفين بيعملوا ايه عندهم ضمير ان هم ينصحوا الناس كويس. ثانك يو كوتش. ثانك يو كوتشز. وكنت مبسوطه اني معاكم النهارده. انتوا نورتونا. ثانك يو كوتش. بصراحه حلقه جميله واتمنى الناس تكون استفادت منها ان شاء الله. ان شاء الله يبقى في فورمه ما بعد الساحل كمان ان شاء الله. ثانك يو كوتش.